طب بدايه قصتك انت شخصيا مع اليوغا جت ازاي؟ بدايه انا كنت زمان رياضيه وبعدين طبعا بطلت رياضه ودخلت الجامعه، انا مهندسه اصلا واتجوزت وخلفت وكده، فطبعا كنت شويه حسيت ان انا ما فيش اي حاجه بعملها، يعني ما فيش اي نوع رياضه بعملها وبكسل، يعني ادفع الجيم وما اروحش، فقلت يعني ايه المشكله يعني. فبصيت كده في الفيسبوك صدفه لقيت واحده قاعده عامله كده، قلت ايه ده يوجا، هو في يوجا في مصر؟ ما كنتش اعرف. اوكي سيرشنج مش عارفه ايه، اتمرنت بقى عندي اسئله كتير قوي وانا بتمرن، انا ليه بنزل، انا ليه بطلع، بحس ان انا احسن، بحس ان انا الهرمون بقى بتاع الاندورفين لما بيزيد في الجسم، هرمون السعاده طبعا حضرتك عارفه، ببقى عايزه العب تاني، يعني انا عايزه اروح تاني التمرين. فابتديت اسال كتير لحد ما فكرت طب انا ليه ما اكونش تيتشر، انا ليه ما افهمش بقى الفلسفه بتاعه اليوجا، ليه ما ادرسهاش، ليه ما اخدش يعني ابقى سيرتيفايد فيها من 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 ممارسه لليوجا الى مدربه حلو. يعني انا هي نيفر تو ليت على فكره، هي ملهاش سن، يعني ممكن شفنا في التقرير حتى اطفال صغيرين بيبقوا هي الكيدز، كبير صغير، ست، راجل، اوفر ويت، فيت، ممكن يلعب يوجا، اي حد في الدنيا ممكن يلعب يوجا، ملهاش سن خالص. فانا ابتديت وانا عندي 35 سنه، انا النهارده 40 ما شاء الله، ما شاء عليك بسم الله ما شاء الله. لا اليوجا عامله شغل يعني، عامله شغل زي الفل.